بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. ورسميا وزارة الصحة تعلن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الحالي 2021-2022. كشفت وزارة الصحة والسكان عن شروط وقواعد القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وتضمنت الشروط بحسب منشور للوزارة: الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو لغة ثانية. وتضمنت الشروط أيضا أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين. وبالنسبة للمحافظات النائية، لا تقبل طلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة. ثالثا، أكدت وزارة الصحة والسكان بحسب منشورها ضرورة ألا يقل السن في بداية العام الدراسي الحالي عن 15 عاما، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموعة الأعلى للدرجات. وطالبت بضرورة الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا، ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانا في الإملاء باللغة العربية. وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد ما بين 25 و30 طالب وطالبة، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك. كما تحتوي القواعد كذلك على التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة. ويشمل اختبار القدرات ما يلي سواء تحريريا أو شفهيا: خلال كشف الهيئة اختيار لغة إنجليزية، اختيار لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وكذلك كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات: الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، قوة الملاحظة، اللياقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن. كما يتم الكشف الطبي بواسطة الكومسيون الطبي بالمحافظة، ويشمل كشف نظر، كشف باطني، اختبار مخدرات، كشف لياقة طبية للوظيفة. والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة، على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة. وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة، يتم أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة. وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة، يتم عمل إقرار على ولي الأمر بأن الطالب لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وتعهد على الطالب وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة، ويتم النقل خلال فترة الأجازة الصيفية ونجاح الطالبة، ويشترط موافقة الجهتين أما نقول منها وإليها.
وبكده يكون عرفنا الشروط أو القواعد للقبول بمدارس التمريض اللي أعلنتها وزارة الصحة والسكان منذ ساعات قليلة. ياريت ما تنساش اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة. دمتم في أمان الله وبالتوفيق لجميع الطلاب ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.